شطرتنا في الاملاء والانشاء وجغرافيا وتدبير، وهنجمع وهنضرب وتشوفوا نبهتنا، ونخلص قدامكم متعة علم التباشير. شاطرين شاطرين شاطرين، مظبوط مظبوط مظبوط، شاطرين شاطرين شاطرين. وضروري هتدونا 90 من 90، سنة أولى سنة تانية سنة تالتة شباب، عدينا وسبقنا وبقينا شباب، وهنسهر وهنسهر وهنكبر درجات، وبلدنا قدامنا تستنى الشهادات. فرشتي من الجنة قدامنا فددين، شبابك هم الشمس وستايرهم ياسمين، وعرفنا ازاي نعمل من حبك بساتين، يا ما بكرة احلامنا هتذوق بساتين. انا سهرة قدامك حاسك تحت الجامع، وانا عمري محمدك حينور 100 شمع، وانا وردة متعهدة باماني ودموع، لازم اتحر واتشطر واجيب المجموع. سنة اولى سنة تانية سنة تالتة شباب، عدينا وسبقنا وبقينا شباب، وبنسهر وهنسهر وهنكبر درجات، وبلدنا قدامنا بتستنى الشهادات. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الحفل المتواضع الذي قدمته المدرسة، والآن اسمحوا لي أن أقدم لكم بكل فخر الصحفي اللامع والكاتب الكبير الأستاذ محمود حمدي. سيداتي سادتي، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة نتقدم بخطوات كبيرة إلى مستقبل أفضل.
النهارده طموحنا عظيم وأملنا كبيرة. فتاة اليوم بتحلم إنها تبقى دكتورة أو مهندسة بعد ما كان أملها زمان إنها تخرج من المدرسة على بيت العريس وتعيش في التبات والنبات وتجيب دستة صبيان وبنات. الو، اديني يا ابني مكتب رئيس التحرير. الو، مكتب رئيس التحرير، مين حضرتك؟ اعمل معروف يا ابني، المقال الافتتاحي بتاع رئيس التحرير لسه ما جانيش وانا قربت اخلص طابع. اتفضل المقال يا عم مصطفى. هات يا بنت، مفيش وقت. اين الحق يا وزير الحقانيه؟ المقال يا حضرات الزملاء خطير جدا، ونتيجته حاجه من الاثنين، يا هيقلب الوزاره يا هيدخل الاستاذ محمود السجن. يبقى 100% السجن. في حاجة يا زينب؟ حضرتك عايز حاجة؟ لا متشكر. باين عليك تعبان شوية. حضرتك بتجهد نفسك أكتر من اللازم. مش أوي. إزاي؟ ده أنا بقالي سنتين بشتغل معاك، ما شفتكش يوم خدت أجازة. فعلا. طيب ليه ما تحاولش انك تريح نفسك؟ يعني تتفسح، تسهر لك سهره لطيفه. والله فكره. انا مستعد. تعرفي تلعبي طاوله؟ طاوله؟ وبعدين يا ابني معاك، ايه ده؟ ايه اللي انت كاتبه ده؟ ايه يا عم مصطفى؟ لازم مش راضي عنه. لا يا سيدي لا، ده مقال حيقلب الدنيا. رئيس الوزراء، ايه الوزراء؟ ومين يدريك؟ يمكن السرايا طلبها فوق دماغنا. خد يا ابني خد، خف عنهم شويه. انا اسف يا مصطفى، انا مش هغير ولا كلمه من الكلام اللي كاتبه. لازم الحقيقه تبان بوضوح للراي العام، لازم الشعب يعرف كل الالعاب اللي بتلعب عليه. يا ابني اعقل، ده كلام يودي السجن؟ انت غاوي سجن، انت ما بقالكش 3 أشهر خارج منه. مش بيقولوا السجن للجدعان؟ السلام عليكم. اعقل يا ابني، شباب في الشباب. استاذ محمود. أفن. نسيت اللي قلت لك عليه. ايه؟ انت رايح فين دلوقتي؟ هروح النقابه اشوف حد يلعبني طاوله. والنبي بقى دي سهره دي. عندك حق، سهره مش ولا بد ابدا. ها فؤاد. افندم انا عايز اسهر الليله. تسهر؟ مش معقول. ليه؟ مش حضرتك المحلل الفني؟ مين يفهم في السهرات غيرك؟ سهرات؟ انا مش مصدق. تفضل يا استاذ تفضل. على اذنك. ايه في حاجه؟ مش فاكر انا شفت فين البنت دي قبل كده. افتكرت دي تلميذه في مدرسه الايمان السنويه، شفتها كانت بترقص في حفله المدرسه في اخر سنه. ايوه مظبوط. لكن ايه اللي جابها هنا؟ بنت في السن ده تشتغل في البنت دي ظروفها غريبة جدا. عايشة مع اختها وجوز اختها اللي بيشتغل هنا مدرب رقص، طول السنة في المدرسة الداخلية وطول الصيف في الكباريه. دي شخصية تستحق الدراسة. مين عارف، يمكن تكتب عنها قصة قريب. كل شيء جايز. بنتك الحلوة ساعة تهرب في اليوم سنتين. تحب تدردش معاها شوية؟ الحقيقة يا ريت، أنا ابتديت أهتم. يبقى لازم نعمل خطة. خطة؟ أيوة، أصل نورة ما بتقعدش مع حد من الزباين. نورة؟ اسم غريب ومثير. طب وإيه الخطة؟ نعزم حورية أختها، وبعدين نطلب منها تنادي نورة تقعد معاها. مفيش مانع. كعب الغزال يا محني، خليت لي ايه علشان اغني، علشان اغني. دي الخطوه معاك فيها كم
غنوة ما فيهمش غنوة ماهيش حلوة دي الخطوة معك فيها كام غنوة ما فيهمش غنوة ماهيش حلوة لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ماهيش ماشية لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ماهيش ماشية دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا متطبط دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا متطبط ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية تايهم زلزال تايهم زلزال تايهم زلزال مدام حورية البريما دونا بتاع الفرقة. أهلا وسهلا. الأستاذ محمود حمدي. تشرف. اتفضلي. لا أرجوك مالوش لزوم. الأستاذ فؤاد قال لي إن حضرتك صحفي كبير وجنتلمان علشان كده رضيت نورة تقعد معانا. أصلي بحافظ على نورة لأني مش عايزة أشوفها في يوم من الأيام. زي أنا ما أقدر ظروفك. الأستاذ محمود حمدي. عارفاه. اتفضلي. عن إذنك أروح أشوف شغل. على فين؟ في الكواليس أجمع شوية أخبار. إزاي عرفتيني؟ المهم أنت إزاي عرفتني؟ أنا شفتك قريب في حفلة المدرسة. كنت بتدرسي كويس. في حفلة المدرسة بس. كده؟ طيب وانت بقى تعرفيني منين؟ اهو انا زبونه مستديمه عندك. زبونه؟ مقالاتك قريتها كلها، قصصك حفظها صم. لا ده انا يهمني اعرف رايك. بصراحه؟ ما فيناش من زعل. لا مقالاتك ما بتعجبنيش، نوره. سيبيها تتكلم على حريتها، انا مبسوط قوي. ليه بقى يا نوره؟ بيتهيألي انك عايز تشقلب نظام الكون، بحس كده انك مش عاجبك العجب ولا الصيام في رجب. انا اشكرك على صراحتك. اما القصص بقى اللي بتكتبها تجنن. تعجبك؟ هوزه، القصه من دول بتاخدني بتتوهني عن الدنيا لحد ما اخلصها وارجع اقراها تاني وتالت، عارف ليه؟ ليه؟ كل قصه بحس انها جزء من الحياه، كل الشخصيات زي ما يكونوا عايشين معانا، بقابلهم واشوفهم. انت في سنة ايه؟ انا في التوجيهية. لسه السنة الجاية. مش اما تظهر النتيجة؟ النتيجة معروفة مقدما. قد كده يعني واثقة من نفسك؟ اهو انا بطلع الاولى يا استاذ. لا هي فعلا بتنجح كل سنة. ما هو واضح ذكية. انا مش ذكية، انا نورة. طيب كملي كملي. الحاجة الوحيدة اللي انا مش موافقة عليها انك دايما في كل قصة بتنادي بمبدأ واحد. على المخطئ أن يتحمل وحده نتيجة خطأه. أهو ده مش صحيح. إزاي بقى؟ هو ده الكلام المظبوط؟ لا أبداً. طيب هنسمع رأيها. عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول إن الإنسان ساعات يغلط من غير ما يكون عايز يغلط، يعني غصب عنه. مش قادرة أفهمك. أنا فاهمت عايزة تقولي إيه. عايزة تقولي إن الإنسان أحياناً بيخطئ لظروف خارجة عن إرادته. بالظبط، وفي الحالة دي تبقى الظروف هي اللي غلطانة والإنسان ملوش ذنب. إيه مبسوط مني؟ جدا. وجهة نظرك سليمة. مؤكد أنت كونت الرأي ده عن تجربة شخصية. برافو هايل، أنت زي ما تكون بتقرا اللي في دماغك. بالمناسبة دي انتي قريتي اخر قصة ليا؟ نفوس طائعة؟ لسه لما حاوش تمنها. انا ههديكي بنسخة منها. صحيح؟ وهكتب لك اهداء عليها. مش معقول، ده انا بقيت مهمة جدا. ايه
اذنكم. اصل تفضلي. خليك على راحتك. الظروف. بابا بابا كمان بوسه حلوه. بوسه بوسه والنبي بوسه كمان. بابا بوسه بابا بوسه بابا بوسه يا بابا. انا محمود 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 انا محمود. وانت اخص صح النوم. صحتي من أحلى نومة يا مفرخ الأحباب يا هادم الملذات. ثلاثة مرة واحدة. خرجتني من الجنة. إيه كنت بتحلم؟ ألا ليت الشباب يعود يوما. يا بابا أنت عشت حياتك بالعرض كفاية بقى. كفاية. والحاجات دي الواحد يشبع منها. أنت أحسن طريقة ما تبقاش تتفرج على الصور دي قبل ما تنام. لا في المنبه أنت متأخر 30 ثانية. انت من عوايدك دائما تيجي فوق راسي ساعة 3 زي المنبه. تمام خلاص وريك كتبت ايه النهارده. اتفضل يا هادي. اين الحق يا وزير الحقانية؟ ايه يا ابن الرافضي ده مش هيجيبها البر. لا انت فجأت خالص النهارده. لازم كده يا بابا عشان نضرب الضربة القاضية. وما انتش خايف؟ اخاف. الخوف ده لازم نلغيه من حياتنا خالص. زمان كنت موظف كان لازم تخاف، انما دلوقتي على المعاش تخاف من ايه؟ انا بتكلم عليك انت. انا حر بشتغل عند نفسي. لا ده انت رايح في حديد المرة دي. دول لو رافوا بيك هيودوك على السرايا الصفرا. بصفتك النائب العام لازم توقف محمود حمدي عند حده. حاضر يا فندم. لازم تشلوا الايد اللي بتكتب الكلام الخطير ده. ادي البوليس جه يا استاذ محمود. البوليس يا استاذ محمود. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح النور. انا اسف يا استاذ محمود، انا عندي امر. بالقبض عليا. انا تحت امرك. ده انا يا راجل مستنيك من الصبح، انت اتاخرت عليا. يعز عليا يا راجل. شوف شغلك انت، ذنبك ايه؟ توصل انت على البيت وخليك جنب بابا. ها ربنا معاك. ايه مالكم بليمين كده ليه؟ هي دي اول مره؟ ما انتوا متعودين على كده. المهم ان كل واحد لازم يعمل شغله كويس، وما تنسوش تجيبوا لي عيش وحلاوه وبطاطين يا اولاد لحسن الاسفلت دمه تقيل قوي. اتفضل. حضر الظابط. اتفضل اتفضل. خير خير بابا. خير يا ابني. حصل ايه؟ كل خير يا بابا. افراج بكفاله 100 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. روح انت بقى استريح وانا هروح مع الاستاذ المحامي اتمم بقيه الاجراءات. ربنا معاك يا ابني.
فؤاد خليك مع بابا. على اذنك. اتفضل يا فندم. لو سمحت توصل ده لأنيسة نورة. تحت أمرك يا فندم. الكتاب ده عشاني. عشاني أنا؟ أيوه. أستاذ محمود! أستاذ محمود! أهلا نورة. بتجري ليه؟ كنت عايز أشكرك على الكتاب. وعايزه اعتذر لك على اللي حصل امبارح. انا كنت قلت الذوق معاك ساعه ما سبتك ومشيت فجاه. لا ما تشغليش بالك، انا مقدر ظروفك. انت مستعجل قوي. مش قوي. كنت عايزه اتكلم معاك شويه بعيد عن الجو ده. تحت امرك. ما ضايقكش؟ بالعكس، ده يسعدني. بس حريه ما تقلقش. لا انا ساعات بستأذن منها واتمشى هنا لوحدي. عشان ما يبقاش في حد اطول من حد. استعجليش، بكره تطولي. مش ده المهم. امال المهم اوصل لك. توصلي لي؟ أوصل لحياة تانية غير اللي أنا عايشة فيها. ايه اللحم ده؟ ماما كانت عيانة وعارفة انها هتموت، كانت دايما تغني اللحن ده لغاية ما ماتت وسابتني عندي 5 سنين. كانت صوتها شديدة قوي على بابا، حتى همه بالشرب لغاية ما حصلها بعد سنة واحدة. بلاش السيرة دي. انا عايزة احكي لك كل حاجة. إذا كان ده يريحك، احكي. أيوه يريحني. بصيت لقيت نفسي أنا وحرية لوحدنا، لا أب ولا أم ولا لقمة العيش. والباقي أنت شفته بعينيك امبارح. كفاية أرجوكي، أنا مش قادر أشوف بطاقتي. Ah!
يا سلام، تعرف لو كان عندي فساتين كتير ما كانش اتقطع، لكن علشان ده الفستان الوحيد اللي حيلتي لازم اتقطع. دي فلسفة يا نورة أكبر من سنك. ما تخليش أطلع فيها بقى. نورة، عندك مانع نروح مشوار صغير بالعربية؟ خايفة؟ منك أنت؟ مش ممكن. يلا بسرعة يلا. على فين؟ تعالي بس بسرعة يلا. أمشي إزاي وأنا كده؟ تعالي تعالي. حضريكي. الزق فيه. الزق فيك؟ آه يلا. أهلا وسهلا. تسمح من فضلك تورينا مجموعة فساتين عشان المدموزيل تلاقي واحد. حاضر. استنى. مش هقدر ادفع ولا يهمك. بقول لك مفلس. اسلفك. هرد لك السلف منين؟ مش وقته مش وقته. اتفضل يا فندم. نقي معايا. اهو ده مدهش. ده تمنه كام؟ 9 جنيه يا مدموزيل. ياه ده رخيص بشكل. وده تمنه كام؟ 180 قرش بس. تعرف ان ده اشيك؟ بالعكس ده احسن. بقول لك ده عاجبني. هخش اقيسه. فين من فضلك؟ اتفضلي من هنا يا مدموزيل. سرحانة فيه؟ في 180 قرش. وبعدين معاكي بقى؟ مش هستريح الا لما اردهم لك. لكن انا مش هطالبك بيهم. وانا مش هقدر ادي لك حاجه قصادهم. عيب الكلام ده يا نورة. انا مش منتظر منك حاجه ابدا. تبقى انسان غريب. ليه؟ اعذرني، كل الناس اللي صادفتهم لما بيقدموا حاجه بيطالبوا بالثمن. عشان كل الناس اللي قابلتيهم دول قابلتيهم في ظروف غير طبيعيه. دايما اللحظات الحلوة بتمر بسرعة. أنا عايز أعرف أنت مهتم بيا ليه؟ أنا اللي عايز أعرف ليه صرحتيني بكل أسرارك. ده سؤال سهل قوي. لقيت فيك القلب الطيب والحنان اللي ما لقيتهمش عند حد. أنت لكن أنت ما جاوبتش على سؤالي. قول لي ليه تهتم بواحدة زيك؟ عشان انت الابتسامة الوحيدة في حياتي. حياتك انت كمان فيها ايه حياتك؟ كل واحد له هموم يا نورة. مش عايز تقولي؟ طب انا مخصمك. بس ده ما يمنعش اني اشوفك على الاقل علشان اقولك رأيي في الكتاب. الست حرية قلقانة عليكي والاستاذ فارس عامل بال جوه. ولا يهمك. انت اللي هتتلفي امر البت دي. ما تزعلش نفسك، دلوقتي تيجي ونعرف كل حاجه. سعيدة. كنت فين يا دلوعة اختك؟ الله الله الله. ايه الحاجات الحلوة دي؟ رحتي فين ورجعتي بده؟ كنت مع الأستاذ محمود حمدي. حلو. علقك الجورنالجي؟ إيه الكلام ده؟ ولا أنت اللي علقتيه؟ ها؟ ده قطع لها الفستان كمان.
نورة، كنت فين مع الأستاذ محمود؟ كان وعدني امبارح بالكتاب ده، جابه ومشي، جريت وراه علشان أشكره، اتمشينا شوية، وبعدين وأنا جاية على هنا الفستان اتقطع، صمم يجيب لي غيره. حلم. أنا أحب كده قوي. يعني الواد اتصل. المسألة مش أكتر من صداقة بريئة. إذا كان لحد كده أنا ما عنديش مانع. طبعا وصيتي الأستاذ محمود يعمل لنا شوية دعاية في الجورنال بتاعه. طبعا لأ. ولا قلتلوش على فستانين لأختك و وقمصين 10% خدمة لأبو الفوارس؟ ها؟ ها؟ إزاي أطلب منه حاجة زي دي؟ وفيها إيه؟ الله. أما الصداقة بريئة يعني إيه؟ الصداقة حاجة والاستغلال حاجة تانية. أمال إيه اللي هناخده من جارك ورأس محمود؟ الواحد مش لازم يستفيد من معرفة الناس؟ والله هتطلعي خايبة زي ست أختك. أنا تحت أمرك في كل حاجة. بس سيب نورة في حالها. خدت إيه من وشكم؟ عمال أصرف عليكم دم قلبي وأنتم ما عندكوش دم؟ حتى المحروسة أختك مش عايزة تعمل بأكلها. جاتكم الهم. قومي لسه هدومك، نمرتك قربت. قومي. شوف بقى يا صاحبي، بصفتك ما عندكش تجارب نسائية زي بصفتك حبيب قديم ومقطع السمكة وديلها. بخاطرك بقى. أولا البنت دي اتشعلقت فيك لأنها وجدت فيك العاطفة والحنان اللي كانت محرومة منها من أيام الطفولة. ده صحيح. ثانيا البنت دي مش طمعانة فيك. بدليل إنها اختارت الفستان الرخيص وسابت الفستان الغالي. ثالثا البنت دي محتفظة بكرامتها، وأنا متأكد إنه لو كان معاها فلوس كانت رديت لك ثمن الفستان اللي اشتريته لها. كلام مظبوط. رابعا وأخيرا البنت دي كانت عايشة في بيئة زي ما تقول يعني مش مشرفة. أيوة ده من ذنبها يا صاحبي. ورغم ذلك ما زالت محتفظة بشرفها وعاشت طول عمرها كأنها جوهرة في الوحل. الخلاصة والنتيجة براءة. ما فهمتش حاجة. ما فهمتش حاجة. عاوز مني إن أنا أفهمك إذا كنت أنت بتحبها ولا لأ؟ يعني أفتح لك قلبك وأنبش فيه؟ ما تسأله يا أخي وهو يرد عليك. خلي نورة تعمل بروفة بدالك. لا أنا كويسة. هستريح شوية وأكمل بروفة. ما تسيبيها تتمرن. دي اتخلقت عشان ترقص. إيه؟ مش عاجبك كلامي؟ عايزة تطلعي دكتورة؟ نورة! ابقي دوري على اللي هيدفع لك مصاريف المدرسة. هطلب مجانية وأكمل. واعملي حسابك من هنا ورايح تأكلي نفسك. أنا هعمل كده من غير ما تقول. طيب يا نورة، ابقي خلي سي محمود ينفعك. أظن كلنا متفقين على نقطة الدفاع. الدفاع وحده ما يكفيش. أنا بلغني مع الأسف إن وزير الحقانية غاضب جدا على النائب العام عشان أفرج عن الأستاذ محمود. غير كده، المحاكمة هتكون أمام دايرة أحمد بهجة، وده قاضي معروف بالشدة والصرامة. أيوه، وعنده تعليمات مشددة بإنه يحكم بأقصى العقوبة. ما افتكرش الفساد هيوصل للقضاء كمان. مين عارف؟ في الحالة دي لازم نعمل كل جهدنا. نأجل القضية لأطول وقت ممكن عشان تعرض أمام دائرة تانية غير دائرة أحمد بهجت. يظهر ناويين لك المرة دي يا أستاذ محمود. ولا يهمك، أنتوا كمحاميين هتعملوا الواجب اللي عليكم طبعا. سعيدة، أهلا وسهلا. أي خدمة؟ عايزة أقابل الأستاذ محمود حمدي. والله الأستاذ محمود مشغول، عنده اجتماع. أستناه. أيوة بس يمكن يتأخر في الاجتماع. وأنا ورايا إيه؟ السلام عليكم. سلام. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامة يا أستاذة. ألف شكر. نورة.
خير يا نور؟ أنا آسفة. ليه؟ ما كانش لازم أجي لك هنا، لكن الظروف اضطرتني. أهلا بيكي في كل وقت. إيه اللي مضايقك؟ فارس. فارس عايز نرقص وما كملش المدرسة. ده لا يمكن يحصل. لازم يفهم إن العلم سلاح يحميكي. مش عايز يفهم. هددني إنه مش هيدفع مصاريف المدرسة. طيب وأختك إيه موقفها؟ مسكينة، مفيش فئتها حاجة. طيب اديني فرصة أحللك الإشكال ده. إزاي؟ فارس عليه فين دلوقتي؟ بيقعد بالنهار في القهوة. أمال يعني كنت بربي وأكبر عشان إيه؟ عشان شغلة رقاصة وتكسب من وراها. لاحظ إن البنت قاصر، ولو أرغمتها على الرقص أو شغل كبريهات هتقع في مسؤولية جنائية. صحيح، كانت تايهة عن بالي الحكاية دي. أشكرك أوي اللي نورتني، لكن بس إيه العمل؟ دبرني. في إيه؟ حورية عيانة وكل يوم بيزيد عليها العين، ولو رقدت هصرف عليهم مين؟ البيت والمدرسة والهدوم والدكتور والدواء. أنا مستعد أتكفل بكل مصاريف نورة في البيت وفي المدرسة. حلو، تبقى تاهت ولقيناها. بس على شرط. نورة تكمل تعليمها. وأنا أول واحد يشجعها على كده، وأكون لها أب حنون. دينا بقى حاجة تحت الحساب. آسف، أنا اللي حصرف بنفسي. اتفقنا؟ وأنا أكون مبسوط. مساء الحلوين. اهلا وسهلا. الله، انت لسه ما خلصتيش كتاب محمود؟ خلصت وبقراه تاني. تعرفي الراجل ده ابن حلال وبيعزك قوي. انسان طيب القلب وبيعطف عليا. لا، ده الموضوع اكبر من كده. ده انت دخلتي قلبه خلاص يا نور. انت شايف كده؟ طبعا، وفرحت لك قوي. بس انا عاتب عليك يا نور. عشان؟ عشان روحتي تشتكيني له. هو انا زعلتك في حاجه؟ قصرت من ناحيتك في حاجه؟ دي مصلحتك تهمني يا نوره. تهمني قوي. لو تعرفي بعزك قد ايه يا نوره. النهارده بس عرفت. عرفت ايه؟ عرفت اني بحبك جد بشرف يا نوره. لقيت نفسي غيران من محمود. ركبني 60 عفريت لما حسيت ان راجل تاني هيخطفك مني. نوره انت خايفه مني يا نوره؟ قوي، وفهمك كويس قوي. حلو، وبعدين فهماني بتهربي مني ليه يا نوره؟ بتهربي مني ليه نوره؟ ابعد عني احسن لك، واتفضل اخرج بره قبل ما تيجي المسكينه اختي وتشوفك. نوره انت فهماني غلط. انا بحبك يا نوره. لا يا شيخ، عايز تستعمل معايا طريقتك الدنيئه علشان اكون تحت سيطرتك. بره. والله العظيم اصوت والم عليك الدنيا، فاهم ولا لا؟ حبك برص، مش هتطلع بره. خاف من الحريه؟ مش صعبانه عليك يا مجرم؟ فاضي من الحريه دلوقتي. خليكي معايا يا نوره. نوره انا بحبك يا دارو يا نوره. حلوه اللعبه دي يا نوره. ابعد عني بقول لك. مش ممكن هخليك تقدر تمشيني زي ما انت عايز. تعالي نوره. نوره نوره استني يا نوره. نوره 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 ايه دي يا حبيبي؟ انا فارس. انا فارس. فارس مالك في ايه؟
بسلامتها راحت صلت عليا محمود حمدي بتاعها. جاي يقول لي مالكش دعوه بنوره. هيربيها ويصرف عليها. يعني ياخدها كده مقشره وانا اتفرج عليه. حلو. هنيالك يا اختي يا محمود. بس ما تنسيش تبقي تاخد اختك معاكي. وانا سايب لكم الجمل بمحمل. فارس ما تسيبنيش يا فارس ارجوك ما تسيبنيش. اوعي تروح يا حاج. اوعي تروح. اوعي تروح فارس. اوعي رجلي احسن حوريه. ما تسيبنيش يا فارس ما تسيبنيش. انا لا منه ليه هتخطي يا فارس. اوعي سيبني ارجوك ما تسيبنيش. اوعي سيبني بقيه يا فارس. سيبني لا يا فارس ما تسيبنيش. سيبني فارس فارس. فارس خليه يتفضل. مساء الخير. مساء الخير. روحي انت يا زينب. خير. انا جاي افكرك بالكلام اللي قلته لي قبل كده. نورة قاصر ولما اتحرضها على الهرب يعني هتوقع نفسك في مسؤوليه جنائيه. ايه اللي حصل؟ ما انتش عارف. نوره هربت. هربت؟ راحت فين؟ وهتروح فين غير عندك؟ انا اسف نوره مش عندي. تصدق ما تصدقش انت حر. المهم ان احنا لازم ندور عليها ونعرف ليه عملت كده. زينب ابعتي لي فؤاد وعبد السلام. يظهر ان انا ظلمتك. لما تلاقيها تبقى تديني خبر. انا مش هسكت. اعمل اللي انت عايز تعمله. لا مش قصدي. قصدي ان انا هدور عليها انا كمان. فوتك بعافيه يا استاذ. زي الشمس مش محتاجه الاسئله. طبعا انت عارفه كل حاجه. طبعا ما في سر في حياه الاستاذ محمود يخفى علي. زينب انت تعرفي نوره؟ لا والله لسه ما اتشرفتش. دي بنت عم الاستاذ محمود. كده فرصه سعيده قوي. انا بسعد. لطيفه قوي. انا شفتها مره قبل كده لكن ما كنتش اعرف انها بنت عم الاستاذ محمود. خلونا في المهم. اصل نوره هربت من البيت علشان مرات ابوها بتعذبها. والمشكله دلوقتي بقى ان الاستاذ محمود مش عارف هتعيش فين. وطبعا فؤاد اعتذر لان طبعا ما يصحش زي ما انت عارفه انه عازب وما يصحش طبعا. وليه ما تقعدهاش معاك ومع عمها؟ مش ممكن لان والدها ابن عم والده
وطول عمرهم بيضربوا بعض، بيكرهوا بعض. علشان كده حاجة تحير. أستاذ محمود، أكون سعيدة قوي لو سمحت النورة إنها تعيش معايا. أنت عارف إن أنا عايشة لوحدي وهكون لها أكتر من أخت. زينب، أنا مش عارف أشكرك إزاي. الحمد لله، أهانة دلوقتي مطمنة عليها وعلى مستقبلها. العنوان أهو، إذا كنت تحب تزوريها، وتأكدي إن أنا هاخد بالي منها لغاية لما تتخرج من الجامعة. فارس جاي، فارس جاي. طبعا هتبيني قدامه إنك زعلانة قوي على نورة. طبعا طبعا طب عياطي عياطي. أهلا وسهلا. أهلا، منورين. لسه مفيش أخبار عن نورة؟ والله أنا قلبت عليها الدنيا، وإحنا كمان نكشنا عليها بإبرة. يا ترى أنت فين دلوقتي يا حبيبتي يا أختي؟ إن شاء الله هلاقيها. أنا بس خايفة لا يكون جرالها حاجة. لا، الناحية دي تطمني، أنا سألت عليها بجميع المستشفيات وأقسام البوليس. لما شفتك انت زيك عامله ايه؟ مبسوطه؟ مبسوطه مبسوطه وبس، ده انا متهيألي مفيش واحده في الدنيا اسعد مني. كفايه محمود وعطفه عليا وحبه ليا. محمود بيحبك؟ تعالي تعالي لما افرجك قبل ايه. تعالي بس، تعالي تعالي تعالي. نورة، انت بتحبي محمود؟ انا ابدا، انا بعبود وعبادة. وهو هو طبعا بيحبني بس مش عايز يصرح لي. ليه؟ عشان مش قادر يصدق قلبه. وبعدين في الورطة دي بقى؟ ولا ورطة ولا حاجة، نورة بتحبك. ما هي دي المشكلة. مشكلة محلولة، انت كمان بتحبها. فرضا ان الكلام ده صحيح، ايه يا اخي الحب ده؟ النهاية الطبيعية لكل اتنين بيحبوا بعض. اتجوزها؟ ايوه. كنت عملتها من زمان. انا مستبعد فكرة جوازتي خالص يا فؤاد. انا ظروفي تختلف عن ظروف اي انسان تاني. انا دايما قلقان، عايش على كف عفريت، كل يوم تحقيق ونيابة وحبس. أنا لازم أضمن لها الاستقرار أولا. بالنسبة لنورة، مجرد ارتباطك بيها هيضمن لها المستقبل والاستقرار مهما كانت ظروفك. فكرة كده؟ ده رأيي. غريبة. في إيه؟ انت يعني حاطه ايديكي في ميه بارده؟ لا تسالي على نوره ولا انت مشغوله عليها؟ تكونيش عارفه هي فين ومخبيه عليا؟ انا ابدا، انا مش مخبيه عليك حاجه. يا ريت اعرف هي فين. وانا كمان مش هستريح لما اعرف طريقها. انت فكرك انا بلعب؟ أنا بنكش عليها في كل حتة. أنا عرفت إنها مش في البيت عند محمود، لكن تعرفي لو عرفت إنه هو اللي مخبيها، يا ويلو يا ويلو يا سواد ليلو. ألو، مين؟
نورا؟ ايه عايزه حاجه؟ ايوه بس الاستاذ محمود مشغول. ما انا عارفه، بس قولي له بنت عمك عايزه اتكلمك ضروري. حاضر، امرك يا ستي. استاذ محمود، نورا على التليفون. نورا، ازيك؟ عايز حاجه؟ وحشتك اوام كده. يا سلام، انا مش كنت معاكي اول امبارح؟ يوم واحد مده طويله. لا، دول يومين طوال عراض، 48 ساعه، 2880 دقيقه. ومش عايز توحشني انت. ايه، ما بصعبش عليك يا اخي؟ انت ناسي ان انت سايبني محبوسه في البيت لوحدي، وكل ما الجرس يضرب يتهيألي انك انت مفيش في وش الا زينب. طيب طيب يا ست ما تزعليش، وانت كمان وحشتيني عشان اثبت لك حاجه صار الليله معاكي. عايزه حاجه؟ لا؟ طيب باي باي. يا خبر يا ابله، احنا نسينا نعمل السلطه. لا لا لا، خليكي قاعده، هروح انا اعملها. طيب اسمعي بقى، حركاتك دي كلها مكشوفه. لا يا شيخ، انا مخصماك. ليه تاني يا لا؟ عشان عايز توديني داخليه، يعني اقعد ست ايام 144 ساعه ما اشوفكش. معلش انا عملت كده عشان فارس بس. كبستني. تسمح لي بالرقصه دي؟ خدي بالك من نفسك. طيب. وبعدين بقى نورا، انت صغيرة. شوفي اذا احتجت اي حاجة اتصلي بيا بالتليفون، ويوم الخميس هكون مستنيكي. ولا اقول لك اذا انشغلت يوم الخميس هبعت لك زينب. لا ما فيناش من زينب، تعال انت. طيب حاضر، حسيبك بقى دلوقتي. ما تقولش حسيبك، قول راجع لك تاني. معلش نسيت. يلا بقى امال، مع السلامه. الله يسلمك. مالك يا صاحبي؟ انت عيان؟ لا لا. امال ايه اللي جابك بدري كده؟ متضايق شويه وقلت اقعد معاك. يعني خمسه دردشه؟ يمكن متضايق عشان ميعاد القضيه قرب يوم الخميس الجاي. لا، عمر الحاجات دي ما كنت افكر فيها ابدا، خصوصا ان دي اول جلسه وضروري هتاجل. امال متضايق ليه؟
حاسس بإيه؟ إحساس غريب، زي ما تكون حاجة ناقصاني، حاجة ضاعت مني. يعني إحساس بالفراغ سببه غياب نورة، والإحساس بالفراغ هو أكبر براهين الحب. ما تقدرش تتصور يا ابني قد إيه أنا مشتاق إني أشوف البنت دي. حاضر، هقدمها لك يوم الخميس الجاي. أسرع من الصوت والضوء، أسرع من الصوت والضوء.
أسرام الصوت والضوء خطفوني وراحوا لفوق. وساعتها لقيت الشوق وساعتها لقيت الشوق أسرع من الصوت والضوء أسرع من الصوت والضوء أسرع من الصوت والضوء أسرع من الصوت والضوء. الدفاع عن المتهم يطلب التأجيل للاطلاع. ده رأي زملائك كمان؟ أيوة يا فندم. ندافع إزاي من غير ما نطلع على التحقيق؟ المحكمة لا ترى سبب للتأجيل، خصوصا وأن أحد حضرات المحامين حضر التحقيق بأكمله. أنا فعلا حضرت التحقيق، لكن زملائي. يا أستاذ أرجوك، مش عاوزين مناورات. واضح أن إصراركم على التأجيل هو محاولة لتقديم القضية أمام دائرة أخرى. أنا حنظر القضية النهاردة وححكم فيها النهاردة، ولا إيه رأيك يا أستاذ محمود؟ أمر المحكمة. أنا شخصيا أفضل وقوع البلاء ولا انتظاره. كده؟ نيابة. حاجة ما تطمنش أبدا، القاضي ده زي اللي بينه وبينك طار. يظهر إنهم ناويين لي. أقصى عقوبة حكون 6 أشهر. أنا محضر لك 6 شيكات يغطوا مصاريف نورة لحد ما أخرج. خلي الفلوس معاك، أنا هشوف كل طلباتها. أنت اللي يهمك يهمني، ونورة في عينيا الاتنين. أنا شاكر ومقدر الشعور النبيل ده، لكن لازم تاخدي الفلوس. متتصوريش قد إيه حابة مشغول عليها. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم محمود حمدي مما أسند إليه بلا مصروفات جنائية. رفعت الجلسة. يحيى العدل! يحيى العدل! يحيى العدل! يحيى العدل! انقضى طول عمره قداسته يا صاحبي. ليه موجود؟ أيوة يا فندم. برئته المحكمة. كده يبقى انت عارف الطريقة التانية. محمود حمدي لازم يختفي من الوجود. وبعدين بقى احنا في طريق عمومي غصب عني. تأخرت عليا ليه؟ شغلتني. دي حكاية طويلة احكي لك عليها بعدين. لا احكي لي دلوقتي. يا ستي كنت واقع في قضية كبيرة وكنت معرض للسجن، لكن الحمد لله جت سليمة واتحكم بالبراءة. سجن؟ ليه؟ قتلت حد؟ لا دي قضية سياسية. وكنت مخبي عليا؟ محبتش أشغلك. إما كنتش تقولي أنا هتقولي مين؟ مين غيري في حياتك تحكي له على أسرارك؟ في حد؟ مين؟ لازم أعرفه. راجل عجوز، أب وصديق. مشتاق جدا يشوف نورا من كتر ما كلمته عنها، عشان كده هنروح نزوره دلوقتي ونسلم عليه. روحي تقمعي باميه. باميه؟ اعرف. تروحي تخرطي بصل. اعرف. وتعرفي تعملي لي حالا فنجان قهوه على الريحه. وده يبقى امتحان. ده اهم ماده في الامتحان. اعرف. طيب يلا بينا على المطبخ. ورايا اتفضلي وريني شطارتك. ايه
الواد اللي كنت خايف منه. ليه؟ ليه؟ البنت زي التفاحة تتاكل بشها. بين علينا هنخسر بعض يا صاحبي. صحيح عجبتك يا بابا؟ عجبتني اسمها. لو ما كنتش هتتجوزها أنت، هتجوزها أنا. القهوة. يا بختك. القهوة. ربنا يستر. تعالي هنا، تعالي هنا. خذي الفنجان ده حطيه في الصينية. قربي قربي. هاتي بوسه. بابا اوعى تكون بتحلم. اسكت انت. نجاح باهر مع درجة الشرف الممتازة. ها. ألف مبروك. ربنا يهنيكم ببعض. لسه مش فاهمة؟ بابا خلاص وافق على جوازنا. مين هيتجوز مين؟ أنا وأنتي هنتجوز بعض. أنتوا قاعدين تمتحنوني وتقرروا مصيري من غير ما تاخدوا رأي، هو أنا ماليش رأي؟ الله، إيه ده؟ على العموم إذا كنتي موافقة مش موافقة. مش موافقة، هو ده معقول؟ تعرف انا جبتك هنا ليه؟ ليه؟ المكان ده له عندي ذكريات مهمة. هنا عرفت حياتك. هنا اكتشفت انت ايه؟ هنا حسيت لأول مرة بنبضة حب. أنا كمان كل ما ألاقي نفسي متضايقة ألاقي حاجة بتشدني للمكان ده، خصوصا بعد ما عرفتك. نورة. هم؟ اسمحي لي أقدم لك أغلى هدية عندي. ذكرى عزيزة عليا من أعز مخلوق على نفسي، من أمي بنورة. في عينيا لتنين هديتك.
خير. وانت من اهله. محمود. مالك يا نور؟ مش عارفه، مش عايزه اسيبك تنزل، خايفه، حاسه انك هتضيع مني. تبيش عبيط امال، تفكريش في حاجه ابدا. تصبح على خير. وانت من اهله. هنشم شوية هوا. الله. إيه الحكاية؟ وات صوتك المسموع. بقول السياسي. يلا. أسأل عليه في البيت. موجود؟ محمود ما جاش البيت. انا اهلي حشت ده عمره ما جات بره. ازاي ده؟ امال راح فين؟ علمي علمك، انا سالت عليه في كل حته وكلفت المحررين انهم يدوروا عليه، لكن لحد دلوقتي ما حدش اداني نتيجه. انا نازل مجله علشان اسال عن اخباره. ربنا يجيب الهواء بسليم. يلا احنا كمان نروح المجله. انت لا تعالي. ازاي عرفت طريق؟ بشم على ظهر ايدي. حريه اختك بين الحياه والموت، عايزه تشوفك اروح على اختك قبل ما تودع. ايه دي لعبه جديده؟ لو شرفك، ده هي اللي ادتني العنوان. هطمن على اختي وحصلك على المجله. خليني المفتري، مش عاوز يعالجني، مسكني حجب، مفيش فلوس، مفيش فلوس. أنا هخلق لك فلوس
وهجيب لك اكبر دكاتره في البلد. انت لازم تعيشي يا حوريه، تعيشي علشاني انا، انا ماليش غيرك يا حوريه. مفيش اخبار عن محمود؟ الاستاذ محمود اختفى. ازاي اختفى؟ يعني محدش يعرف مكانه. يبقى راح فين؟ الاشاعات بتقول انهم اعتقلوه، لكن المسؤولين بينكروا. بينكروا؟ بينكروا يعني ايه؟ اتكلمي، محمود جراله حاجه؟ محدش عارف، وهو كل المحررين بيدوروا عليه في كل حته. لكن لازم هيلاقوه، مش كده؟ ان شاء الله، ربنا هو اللي يعلم. ما لقوش محمود، هعمل ايه؟ اعيش ازاي من غيره؟ ازاي؟ وبابا فين دلوقتي؟ بابا؟ قصدي والد الاستاذ محمود. ربنا يعوض علينا فيه هو كمان. ماله؟ من ساعة ما سمع الأخبار دي جاله ذهول وما عادش دريان بالدنيا. وهو فين دلوقتي؟ نقلنا مستشفى العجوزة. فلوس يا نورة؟ أختك بتموت، هتفضلي راكبة دماغك ليه أنت؟ لازم ترقصي، لازم ترقصي مطرح أختك، ده الحل السريع لنجيها. لا يا نورة، لا، ما تسمعيش كلام عشان خاطر. ده الحل الوحيد. من بكرة نبتدي بروفات. يا
مبروك. الله يبارك فيك، ان شاء الله كده نجاح متواصل. البركه فيك يا استاذ فارس. ممكن اسحب سلفه تحت الحساب كده من اول يوم؟ حاضر يا ستي، اتفضلي. دول بس كويسين، احنا لسه بنقول يا هادي. حضرتك ما سمعتش التسقيف والتشجيع؟ انت بتغرك الهيصه دي، دول السقيفه بتوعنا مأجرينهم علشان يعملوا لي الجو. لكن ده كل الناس كانوا بيسقفوا. دول سكرانين مش دريانين بالدنيا. عملت طيب. ضروري، لو طمعناها هتفلت من ايدينا. بس ما كنتش تحلف. انا احب كده قوي. عناية ليك يا سيدي. حلو. خير يا دكتور؟ هي محتاجة عملية فورا. لازم تتنقل مستشفى الدكتور فاضل، هو الوحيد في مصر اللي بيعمل العملية دي. طب ممكن اعرف العمليه هتتكلف كام؟ 100 جنيه، طبعا ده غير مصاريف الاقامه والعلاج، عن اذنكم. شكرينا يا دكتور. تفتكر المدير هيرضى يسلفني المبلغ ده؟ انت بتحلمي يا نور. طب العفش مش ممكن نبيع منه؟ وشرفك، انا فكرت في الحكايه دي لقيته ما يكملش، ما يكفيش، كله ما يكفيش. طب والعمل؟ العمل ما فيش غير حل واحد سريع ومضمون. ايه هو؟ انزلي الصاله من بكره. افتح؟ اه تفتحي. هو انت احسن من مين يعني؟ نوره ده انت كسرت الدنيا، تلمي المبلغ ده في ليلتين اتنين بس. كبري مخك يا نوره، وتقدري برضه تحافظي على نفسك. ها؟ وعايزه الفلوس تعملي بيها ايه يا نوره؟ علشان المدرسه؟ لا، علشان اختي عيانه. والله ما كانش يتعز، انت عارفه الحاله، الجاي على قد الرايح. متاسفه، متاسفه خالص. انا اللي متاسفه. مع السلامه. نوره خلي بالك من نفسك يا نوره. طب ايه رايك نتغدى سوا بكره؟ برضه متاسفه. واحد
واحد ويسكي. طب ايه رايك؟ انا عندي فكره، نروح السينما من 3 ل 6. اختي عيانه لازم اقعد جنبها، متاسفه. طيب على راحتك، الكارت بتاعها اهو فيه العنوان، اذا احتجت اي حاجه بقى انا تحت امرك. بتاعتك دي كل حاجه متاسفه متاسفه متاسفه. صبرك بالله يا بيه، اصلها لسه خان. هات انت الكارت ده وانا بقى ارتب لك الامور يا واش يا واش. اما اشوف. انا مش مصدق هي حصلت لانك تفتحي. الدنيا اتقفلت في وشي، الامل الوحيد اللي كنت عايشه بيه دلوقتي كل همي اني اجمع فلوس العمليه باي شكل. بس انا خايف عليك يا نور. عايزه 100 جنيه، اختي بتموت. انا هعمل مستحيل علشان اساعدك حتى وصلت لان في حدود. ايوه ادي ال 34 جنيه. والله ما معايا غير دول. هات فاضل ال 34 جنيه الا شلت. عبد السلام جيب السبع ما يخلاش. والله ما احتكم اللي على جنيه ونص، تاخد جنيه منهم. هات اي حاجه تستغنى عنها. هات زينب. ما كانش يتعدي انت عارف. ده الاستاذ محمود سيد نوره امانه في رقبتك. والله ما باليد حيله يا فؤاد. اروح لمين بس يا ربي؟ ما خليتش ولا واحد اعرفه غير لما سالته. جمالي ايحوني نورا، انا تعبت. ايحيني يا نورا، انا تعبت. موجود؟ لا يا فندم لسه ما جاش. مين عايزه؟ معلش حابة اتصل بيه بعدين. لسه من سنة كان في تليفون علشان مين؟ ما قالتش لكن هتتصل بيك تاني. لازم هي لسه فاضل 10 جنيه. جبت فلوس منين؟ بعت الساعة والراديو وكل حاجة. لسه فاضل 10 جنيه. 10 جنيه ينقذوا حياة واحدة من الضياع؟ لا، ينقذوا حياة اتنين من الضياع. جبتي فلوس يا نصحة؟ خليها تموت عشان يبقى ذنبها في رقبتك. مفيش حل يا نورة غير الكارت ده. الحل الوحيد يا نورة، أختك هتموت وذنبها في رقبتك. أختك هتموت وذنبها في رقبتك.
حورية حتموت. خد يا فؤاد، بيع دي وكمل فلوس يا فؤاد. انت بتتكلم جد؟ ايوه يا فؤاد. انا متشكر جدا. متشكر على ايه يا فؤاد؟ عبد السلام، انا اشكرك جدا. ده اقل ما يجب يعني. انا متشكر جدا، الف شكر، انا ممنون، ميرسي قوي. وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت جيتي؟ ده انا مش مصدق عيناي. نوره اتفضلي. ما تخافيش، حريه بتموت يا نوره. انا اسعد واحد في الدنيا. اختك بتموت يا نوره. اتفضلي. اختك بتموت وذنبها في رقبتك. حريه بتموت، حريه بتموت، حريه بتموت، حريه بتموت، حريه بتموت، حريه بتموت، حريه العملية. هتعيشي يا حرية، هتعيشي حرية. حرية أختي، هي ما بتردش ليه؟ الله يرحمك يا حرية. مش ممكن، حصل ايه يا نور؟ انا جبت الفلوس. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ محمود، بابا، محمود، بابا يا حبيبي، رحت فين؟ كنت فين؟ غيبة طويلة أوي. كنت في المعتقل يا صاحبي، الوزارة الجديدة أفاجت عن كل المعتقلين. أنا برضو قلبي كان بيقول لي كده، بيقول لي إن صاحبك لازم يرجع عليك يا حبيبي. وزي حال الدنيا يا صاحبي؟ والله الدنيا كان حالها من شرش غيابك يا محمود. وزي أخبار نورة؟ نورة، نورة أنا ما أعرفش عنها حاجة. أنا كنت عيان، كنت في دنيا غير الدنيا.
يعني ايه؟ ما اتصلش بيك؟ لا والله. هي مش عند زينب؟ لا مش عند زينب، هي اختفت من يوم ما غبت انت. اختفت؟ مين يصدق ان دي نورة بتاع زمان؟ هي ما قلت لها حسبي على نفسك لغاية ما جرفها الطيار. لازم تعرف نورة بقت ايه دلوقت. ادي يا سيدي حكاية نورة كلها. لازم اشوفها. يعني مصمم؟ ايوه. كفاره يا استاذ محمود. الحمد لله على سلامتك. السجن لجدعان. مش كده ولا ايه؟ ايوه عيني العولم العولم عيني راحت. تهربي مني ليه يا نورة؟ ابعد عني، ما تنسنيش. نورة. أنا نورة؟ أنت غلطان. أنا ما بقاش فيا نورة. الأمورة الصغننة اللي كنت كاتب لها الإهداء راحت خلاص. لا يا نورة لا. أنا مش شايف فيك حاجة اتغيرت أبداً. بتوديني كتر خيرك.
نورة. أعمل معروف سيبني في حالي. ما اقدرش اسيبك يا نورة. أنا من ساعة ما لقيتك لقيت نفسي. يا محمود وكمل حياتك نضيف شريف زي ما عشتك. انا حجمي عليك مش عايزه اقول حلاوتك. كفايه يا نوره كفايه ارجوكي. انا عرفت كل حاجه. عرفت كل حاجه وبرضه جتلي. انت ذنبك ايه؟ انت ضحيه. ضحيه ظروف قاسيه واقوى منك. بلاش تتخلى عن مبادئك علشان تعطف عليا. افكرك بمبدأك اللي يغلط لازم يتحمل نتيجه غلطه. انت صححتي لي المبدأ ده في يوم من الايام واقتنعت برأيي. ما تكذبش على نفسك يا محمود. نوره انا عايز اسالك سؤال. انت غلطت برغبتك واختيارك؟ انت كنت عايزه توصلي لكده؟ لو كنت انا موجود جنبك كان ده حصل؟ مفكريش في حاجة أبدا. تصبح على خير. أنت من أهل. قررت انها تعيش معانا هنا؟ ما اقدرش اتخلى عنها يا بابا. كده تصبح على خير. النهارده يا حلوه اللي يعجبك. اللي يعجب صاحبي يعجبني. دي بنت سليم. ما تنساش تفوت على رئاسه مجلس الوزراء. حاضر.
ايوه وحضرتك هتبقي مرات الوزير. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان جنيتي على انسانه بريئه وضيعتي مستقبلها وحطمت حياتها. ما تظلمنيش يا استاذ محمود. ليك يا عين تتكلمي؟ تقدري تفسري لي ليه تخليتي عنها؟ ليه ما اديتهاش الفلوس اللي سبتها معاكي؟ مفيش رحمه، مفيش انسانيه. فين الشيكات اللي سبتها معاكي؟ فين الشيكات؟ صرفت فيهم طبعا. انت كده يعميك الحقد والغيره؟ انا ممكن انتقم منك وارميكي في السجن، لكن مش انا اللي اعمل كده. اكتبي استقالتك وقدميها دلوقتي حالا. ما افتكرش. يا نهار اسود، عاوز تضيع الفرصه الذهبيه. يا فؤاد، المنصب ده هيفرض عليا قيود انا ما اتعودتش عليها. انا عشت طول حياتي حر اتصرف بارادتي واعمل اللي عايزه. ادي اللي كنت خايف منه. تسمح لي اكلمك جامد شويه؟ اتفضل. انت بتهرب من الموقف ازاي؟ عشان نورة. ايوه، انا قررت اتجوز نورة. أنا لو قبلت المنصب مش هسلم من تجريح الخصوم وجرايد المعارضة و... ده غير التشنيع والفضايح إلى آخره. يعني أنت معايا في رأيي؟ لأول مرة لا. يعني عايزني أضحي بنور عشان أبقى وزير؟ أي واحد عقله في دماغه يعمل كده؟ أستاذ محمود. أيوة. سيادتك مطلوب في اسم عبد الدين حالا. أدخل. أستاذ محمود حمدي يا فندم. خليه يتفرج. اتفضل يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا استاذ محمود. الاستاذ فؤاد محرر معايا بالمجله. اتفضل يا فندم. لا مؤاخذه يا فندم، الافندي ده بيتهم حضرتك بانك ضربته وبيدعي انك خطفت بنت من عنده من كباريه. على العموم اتفضل حضرتك، المحضر طالع لي. Thank you.
فندم. كنت بتعملي ايه يا نور؟ كنت بستريح شوية. طيب اعملي لي فنجان قهوة على الريحة. اعمل لي فنجان قهوة في المطبخ. وجودي في الحياة سيهدم حياتك ومستقبلك إلى الأبد. أنت ضحيت علشاني تضحيات كبيرة لا يساويها إلا اختفائي من حياتك، بل من الوجود بأكمله إذا اقتضى الأمر. وداعا يا أعز حبيب نوره.